هذه التحية المسائية العطرة، بداية بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. متابعينا في كل مكان في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم السبت الموافق للثامن من شهر مايو لعام 2010 في أرضية هذا الميدان، الوثبة تحتفل بعامها 30 في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير. بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدين الكرام، يستمر هذا المهرجان حتى 13 من شهر مايو الجاري، وتحتفل الوثبة بمرور 30 عاما من التواصل، 30 عاما من الدعم والعطاء. متابعينا الكرام، لا يفوتني في هذه اللحظات أن أرحب بسمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة ورئيس اتحاد سباقات الهجرة العربية الأصيلة. مرحبا بسموه الكريم الذي يتابع فعاليات وانطلاق الشوط الأول في هذه الفترة المسائية. الترحيب كذلك متواصل ومستمر بسمو الشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم الذي يتابع هو بدوره فعاليات وانطلاق الفترة المسائية. ترحيبنا أيضا مشاهدين الكرام بسمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان الذي يتابع وانطلاق أول الأسواق بأصحاب السمو والشيوخ والأمراء. متابعينا الكرام عبر قناتنا بوظبي الرياضية وشركة لايف الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الحدث الكبير. 8 أشواط في فترتنا المسائية، سوف تكون المنافسة فيما بينهما شديدة، سوف تكون المنافسة قوية على الجوائز النقدية. أتابع المركز الأول في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، هنالك أول المراكز وهنالك أول الضيوف يتواصلوا مع أول المراكز. هنالك هوايل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ضيف هذه البلاد بهذا الشعار الجميل. متابعينا الكرام، فهد بن سيف الخيارين يتابع هوايل في عملية التضمير. المركز الثاني لغزيل مع المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وسالم بن سيف الخصواني المنصوري يتابع في عملية التضمير لغزيل. بينما المركز الثالث هنالك ثالث المراكز وهنالك مشاهدين الكرام هذه القوة وهذه الإثارة كما تتابعون عبر قناة أبوظبي الرياضية. المنافسة دائما وأبدا من أجل الوصول إلى المركز الأول، الساعية تسعى بدورها في ثالث المراكز، تعود ملكية الساعية سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان راقي المضمرين يتواجد مع الساعية. المركز الرابع في هذه اللحظات، نقلتنا المباشرة إلى المركز الرابع مباشرة، هنالك مياسة مع المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم مع المركز الرابع، وحمد بن ضعيف بن غدير يتابع مياسة في عملية التضمير. النقلة إلى المركز الخامس وهنالك شيمة مع المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم وعتيق بن سالم بالعرط الحميري يتواصل في عملية التضمير. ها هي الخمس المراكز الأولى، الخمسة الأسماء مشاهدين الكرام، وليس كل ما لدينا. هنالك شعارات أراها بالعين المجردة بدأت تقترب من عالم الأضواء من عالم الشهرة. هنا متابعينا الكرام الخمسة الأسماء أو الخمس المراكز الأولى التي دائما وأبدا يسمح لها بالنداء، وبعد المركز الخامس نضع النقطة مشاهدينا الكرام بعد السطر كي أعود إلى مقدمة الشوط وعنوان هذا الشوط.
الشوط رحلة البحث عن الناموس. وأول موضوع لهذا الشوط أن الغزيل تتقدم مشاهدينا الكرام على جميع المشاركات مع هذا المركز الجميل. الغزيل لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد تغازل المركز الأول وتتغزل مع هذا المركز الجميل. المضمر مشاهدينا الكرام هو سالم بن سيف الخصواني المنصوري، يتابع تحركات الغزيل ويراقب المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثاني هوايل، هوايل مع المركز الثاني، الله يا هوايل. وهذا الشعار مشاهدينا الكرام صاحب الصولات وصاحب الجولات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين، يتابع هوايل في عملية التضمير. ولكن شيما، شيما مشاهدينا الكرام هي من تغير، هي من تحتل المركز الثاني بهذا الحضور الكريم وبهذه الجماهير الغفيرة التي تتابع عبر قناة أبوظبي الرياضية وعلى الهواء مباشرة. هوايل أو شيما مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عتيق بن سالم بالعرط الحميري، يتواجد في عملية التضمير. المركز الثالث هنالك مع هذا الشعار الوصلاوي في ثالث المراكز ومع الساعية، الساعية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، يتابعها في عملية التضمير. المركز الرابع بلشة، بلشة مع المركز الرابع، هي في طريقها إلى المركز الثالث مشاهدينا الكرام. ويو بلشتكم من بلشة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن الشيبة السبوسي، يتابع تحركات بلشة. خامس المراكز من نصيب الخوارة، مرحبا بالخوارة وبهذا القدوم. الخوارة وهذا الاسم العملاق، الاسم الكبير مع الخوارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي، يتابع في عملية التضمير. له باع طويل في هذا العالم، العالم الساحر. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، أتابع مشاهدين الكرام 5 كيلومترات تنقضي وهو الكيلومتر الأخير يرحب بقدوم هذه الأسماء. شيما مع هذا المركز، شيما مع مقدمة الشوط ومع المركز الحشيم. دائما مشاهدين الكرام المركز الأول طموح كل مالك، طموح كل مضمر هو هذا المركز. ولكن أتابع هنا مشاهدين الكرام الساعية ومن في معيتها، بلش مع المركز الثاني، بلشة والساعية والملكية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. بينما من يضمر الساعية هو محمد بن عبد الله بن حميدان، ومن يتابع بلشة هو محمد بن الشيبة السبوسي. المركز الثالث شيما لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عتيق بن سالم بالعرض الحميري، بدأ يتحرك من خلال اندفاع شيما. الخوارة مع المركز الرابع، في رابع المراكز الخوارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي، قادم بكل قوة مع قدوم الخوارة. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة الشوط، الساعية وشيما، شيما والساعية. ولكن الساعية سعت، سعت إلى المركز الأول وحققت مرادها في هذا الشوط. الساعية مشاهدينا الكرام صالت وجالت وسعت إلى هذا المركز. الثانية موصولة لمالك هذا الشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز الساعية في المركز الأول وثاني المراكز. سيمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، ثالثا الخوارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ورابع المراكز بلشة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خامس المراكز الغزيل لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. متابعينا في كل مكان، هكذا انتهت المعركة الطاحنة، انتهت أول المعارك في هذه الفترة المسائية، وهي صاحبة المركز الأول تحمل الرقم 6 وفازت من مسافة 6 كيلومترات، توقيتها الزمني 9 دقائق 31 ثانية، 4 أجزاء من الثانية الثانية موصولة لمالك الساعية ومالك هذا الشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الثانية لمحمد بن عبد الله بن حميدان من تابعها في عملية التضمير. هنا التوقيت الزمني 9 دقائق
33 ثانية وثلاث أجزاء أو جزء هنا من الثانية، نعم جزء من الثانية، الثانية موصولة لمالك شيمة، أتت في ثاني المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، عتيق بن سالم بالعرضية الثانية موصولة، ثالث المراكز توقيت الزمني 9 دقائق 34 ثانية بالوفاء والتمام، الثانية موصولة لمالك الشعار الخوارة وما